وقرار بالاستغناء عن خدمات ثلاث لعيبة اعتبروهم مش موجودين في النادي الاهلي، لكن اثنين منهم قد لا يكون في القائمة، وواحد ممكن يتنه في القائمة شوية نظرا للعلاقات. اما الثلاثي فهو مروان محسن الذي اعلن وكيله الكابتن حازم الحديدي وكيل اعماله او مدير اعماله رحيله عن النادي الاهلي في صفقة انتقال حر. النادي الاهلي اللي مضى مع السنة اللي فات بتسعة مليون جنيه في السنة، دلوقتي بيسيبه ببلاش. قال لك ليه نسيبه ببلاش؟ قال لك الخسارة القريبة احسن من المكسب البعيد. بقاله معانا كام سنة وما بينش اي امارة للتألق او الابداع، بقاله معانا كام سنة ولعب 112 مباراة وسجل 23 هدف، 112 مباراة سجل 23 هدف، يعني نسبة تقترب من 15%. 15% يعني 112 مباراة 23 هدف، كام لكام بقى؟ ما اعرفش بقى بيحسبوها ازاي، بس اكيد 1-5 يعني، على الاقل 1-5. 23 هدف في 112 مباراة، انجاز كبير جدا حققه الكابتن مروان محسن، مما ادى الى الاستغناء عنه مباشرة. جماهير النادي الاهلي انا قلت هتبقى حزينة، هيطلع النهاردة لقيها حزينة وبتقطع في هدومها وزعلانة ان ادارة النادي الاهلي سابت الكابتن مروان محسن ببلاش. لقيتهم بيقولوا لا لا لا، ده احنا كسبانين، ده اللي هياخده هو الخسران. قلت لهم عيب يا ابني، انت وهو اللي هياخده هو الخسران. ايه ده، رايح فيوتشر غالبا عند حبايبنا الحلوين كابتن شوبير ونبيل دعبس واللازم منه وما علمنا منه وما لم نعلم فنقول اللي نعلمه، فرايح هناك ويعمل فلوس كويسه وياخد 5 مليون في الموسم، ياخد 5 مليون في الموسم ماشي. انا قلت هو مروان محسن مشي، واحد بعت 100 نجمه. النجوم يا جماعه بتتبعت من على ستارز كومنتس ماشي. في اول حاجه انا بقول لايك وشير وصلي على الزين، اول كومنت ليا وانا مثبته، فنبص فيها بنبعت من هناك كده. وشاكر جدا لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بعتت امبارح 42250 كومنت دعما وتاييدا للكابتن سيد عبد الحفيظ بعد حواره مع احمد موسى. لكن خلينا في قائمه الاهلي. طيب مروان محسن وخلصنا منه. اللاعب الثاني اللي سيكون خارج قائمة النادي الأهلي في اللي هتتأيد هو جونيور أجاييه. مش عاجبه حاجة خالص، قالوا له يا ابني خد كل فلوسك، قال لهم لا. النهاردة علمت ان خلاص دور أمير توفيق مدير التعاقدات انتهى بالتفاوض مع وكيله جون إدوارد الثالث عشر، وقال له خلاص انا عملت اللي عليا وعمال اقنع فيكم، منكم للكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ رفض انه يحصل على قيمة عقده كاملا عن مدة موسم، يعني هو مليون دولار يحصل على 800,000 دولار، قال لك لا ياخد نص موسم. فقالوا لي يا كابتن سيد ياخد نص موسم، قال لك ما هو يقدر يقعد عندي 6 شهور في قائمة الانتظار وياخد فلوس، هيبقى اللي هياخده بعد كده ايه؟ 6 شهور تانيين. قالوا خلاص هياخد 6 شهور تانيين وقاعد عندي 6 شهور ما كده، يبقى ياخد 400,000 دولار. قالوا له يا كابتن سيد، قال لهم هو 400,000 دولار انكل ابو المعاطي زكي بيشيد باتحاد الكره دلوقتي واحمد مجاهد عشان نظافه اليد، واحنا مش كل شويه هنرمي فلوس. الناس بتبعت نجوم اهو الدعم اللي كان سيد عبد الحفيظ، لسه مبسوطين من سيد عبد الحفيظ واتبسطوا اكتر لما سمعوا هذه اللقطه البسيطه. جونيور اجاييه عقده بعد الضرائب 700,000 دولار، قال لك لا ياخد 800,000 دولار بعد الضرائب، مليون يصفى على 800. قال لك طب انا اديله 800 ليه؟ انا اديله 400 لانه يقدر يقعد معايا لحد انتقالات يناير وياخد ال 400 الاولانيين، وفي حساب لنسبه المشاركه كمان 25%، يعني مفترض ياخد 300. فهو عمل قاعده معاه النهارده، لم يتسنى الانكل ابو المعطي زكي اسطوره اليوتيوب معرفه نتيجتها، يعني هو خلاص مش هيروح في القائمه الاولانيه ولا هيروح وبعدين يستبدل ويتشال والاستبدال مفتوح، او هيتحط في قائمه الانتظار لان هيتقايد بيرسي تاو ولويس ميكاسوني. فمع طبعا ديانج قاعد خلاص وعلي معلول موجود وبدري بانون موجود، فعشان يتأيدوا لازم حد، فيتشال جونيور أجاييه يتحط قائمة انتظار ما لم يوافق على ال 400,000 دولار وليس 800، وليس 800,000 دولار. فيبقى ده اللاعب الثاني اللي خارج قائمة النادي الأهلي للموسم المقبل، الموسم المقبل ده اللي هيتلعب فيه السوبر المصري أمام طلائع الجيش بإذن الله.
في استاد برج استاد الجيش في برج العرب، ويبدا المباراه الساعه 7، والاهلي يلبس طاقم الزي الاساسي، والحكام حتى الان ما حدش فتح سيرته، الاهلي طالب حكام اجانب، هل هيجيبوا له حكام اجانب ولا لا؟ الله اعلم، لسه هنشوف. احنا كده مركز مع المنتخب، وهنتكلم دلوقتي عن المنتخب، لكن خلونا في النادي الاهلي. فجونيور اجاييه لو ما وافقش ب 400 الف دولار مش ال 800 بعد الضرايب، هيتنوا على قائمه الانتظار، لانه قال لهم اروح مكان ما اروح والعب مكان ما العب ومش عارف ايه وكلام من ده. فالناس اللي في بتاعه الكوره قال لك طب خلاص، هو عاوز يعمل كده ومش عامل لنا خاطر، خليه قاعد معانا على قائمه الانتظار وياخد فلوس. ما كده كده كان ياخد فلوسه ويمشي، لا دلوقتي ياخد فلوسه ويقعد، يقعد ياخد فلوس، ما عندناش مشكله. رغم ان انا مش مع ده ابدا، لان جونيور اجاي اعطى للنادي الاهلي على مدار 4 سنوات والعلاقات متميزه، يجب ان يحرص الجميع على العلاقه المتميزه مع لاعبي النادي الاهلي. لكن هو زعلان 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 انه ماشي من النادي الاهلي، كان يامل في الاستمرار، لكن الكيمياء بتاعته مش راكبه مع مستر بيتس موسيمان، الكيمياء مش راكبه، الكيمياء مش راكبه. لحظه ماشي، فيبقى احنا هنا اول واحد مشي مروان، الثاني جونيور اجاي، الثالث اللي هيمشي وعمال يتدلع هو ناصر ماهر. ناصر ماهر كان مخلص في بيراميدز، وناصر ماهر رحيله خساره، لكن برضه الكيمياء بتاعته مش راكبه مع بيتس موسيمان. ما اعرفش كله عمال يقول لك الكيمياء بتاعته مش راكبه، يا جماعه انتوا تمشوا ناصر ماهر ليه؟ قال لك ما فيش توافق بينه وبين الموسيماني، وما لعبوش السنه اللي فاتت، ونعمل ايه؟ قعدوا يعمل ايه؟ يا جماعة ناصر ماهر ده بلاي ميكر مفيش زيه، بلاي ميكر مفيش زيه. قال لك معلش طيب هيمشي يروح فين؟ قالوا قاعد لحد ما يروح نادي يا احنا نوافق عليه، زي فاركو او زي سيراميكا كليوباترا او زي فيوتشر، لكن رفضوا بكل الاحوال ان هم يسيبوه زي مروان محسن، لانه كان انهى اتفاقاته، كان انهى اتفاقاته مع نادي بيراميدز، كان انهى كل الاتفاقات ناصر ماهر، ويأمل انه يروح بيراميدز، وعقده كويس جدا في بيراميدز، جدا 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 جدا. فهنا التالت يبقى مين؟ ناصر ماهر. بالنسبة لمحمد محمود قاعد، والجهاز الفني على قناعة بكده، محمد محمود قاعد، كريم نيدفيد بين وبين ماشي، حراسة المرمى، خد بقى من أونكل أبو المعاطي زكي بقى، خد بقى في حراسة المرمى، في حراسة المرمى التشكيلة موجودة ما لم يطرأ جديد، والجديد في صدمة ان مفيش توافق بين إدارة طلائع الجيش والأهلي في الحصول على خدمات محمد بسام والهاني سليمان. ناس يقول لك يعني طب ما الهاني سليمان، لو هنجيب الهاني سليمان ما هو هيقعد على الدكة برضه زي علي لطفي. طيب هنجيبه، هل هو ولا علي لطفي؟ طب لو علي لطفي خد عدد المباريات اللي بيلعبها الهاني سليمان، يتفوق عليه ولا ما يتفوقش عليه؟ فبقى في كلام في هذا الاطار، بقى في كلام في هذا الاطار. فالهاني سليمان حراسه المرمى، ووفقا لتاكيدات من الكابتن امير توفيق، حتى الان مش باين الملامح، لكنه اكد لي ان محمد بسام خرج من السباق. محمد بسام خرج من السباق بالنسبه للنادي الاهلي، قال كان موجود في مرحله لكنه خرج تماما 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 من السباق. يبقى كده في حراسه المرمى الناس قاعده إلى حين اتخاذ قرار، إلى حين اتخاذ قرار. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة يا حبيبي عشان أقول لك قائمة النادي الأهلي اللي قاعدة ومكملة، اللي قاعدة ومكملة في حراسة المرمى حتى الآن، لأنك أنت لازم تبعت دي القائمة الأولى يا جماعة. المعارين رجع، برافو عليك برافو عليك، مع إنك ما بعتش نجوم. لحظة يا باسمه إيه لازم فكرني بيه، الأستاذ أحمد سراج، ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد.